بالانتخابات علي صغير مسومه، قال تنسحب لو نطلع كذا ورا الانتخابات. نطلعك شلون يعني؟ طلعك نطلعوه. هاي اذا خابرنا تحسين كابتن يحكي. والله سوى فضل لا تقعد على كابتن. اتصل عليه من تليفونك. مسوي طيران، اعطيك رقمات خابر. ليش مسوي طيران انت؟ هو يدقون عليه صار تدري ولا لا؟ جو كذا يدق عليه مسوي طيران. اعطيني رقمه. رغم ان البصمه ما سمعتني اياها، انت المشاهد بعد رابطه وياي، يعني. صراحه اتصل على ما تحضر البصمه. البصمه الشخص يتاذى خطيه، صوته معروف، باب النادي، خطيه. باب النادي هم ذكرته يعني هم لا مو هواي هواي باب النادي مو واحد اثنين. اعطيني الرقم. 0770 اخاف كل دقيقه على كابتن. ما شاء الله. 0 دقيقه. صفر سبعة سبعة صفر لا ترد على من جيتك هاي شنو هاي شباب راح ارسل لكم رقمه واتصلوا لي به استاذ تحسين يعني ظلم مو طبيعي بالنادي من قبل علي صغير انا كنت اعمل يعني بنادي القوى الجويه ضمن اللجنه الفنيه ولجنه العقود بعهد وليد الزيدي نعم والحمد لله يشهد الجميع يعني أنا ساهمت مساهمة فعالة يعني بتشكيل فريق لا في القوة الجوية وكل أخلاق وكل نزاهة وكل مهنية بعد ما أجت الهيئة الثانية يعني أنا شفت نفسي عندي المؤهلات التامة أن أكون عضو هيئة إدارية وهذا حق مشروع يعني طبعاً حالي حال أي حقك إنسان. أي يعني أمتلك شهادة وعندي خبرة ميدانية مؤسس يعني تأسيس نادي العلوم مساهم بصعود 5 أندية للنخبة مكتشف عديد من اللاعبين المهم يعني كان رد فعل كلش مو طبيعي من الكابتن علي صغير اللي نهاني قال اني يعني ناصح لك انسحب من هذا الامر. ما لك اي حق انا رجل امتلك وعندي ثقه تامه وعندي القاعده الجماهيريه واللاعبين كلها تحبني. قال لي انا انصحك لان انت محسوب على جماعه وليد الزيدي. طيب انا شنو علاقتي؟ وليد الزيدي رجل جابني عملت وياه بس انا رجل مهني سواء كان وليد الزيدي او غيره او قائد القوى الجويه او اي واحد على راسي واهلا وسهلا بي بس انا عملت قلت لك رجل مهني. المهم دخلت دز علي ثلاثه فاوضوني اللي هو كابتن هيثم كاظم وكان مدير الاداره علي زيدان والعضو اللجنه المؤقته بوقته موفق الزهيري انه اما تنسحب ونزود راتبك اما لا والله ترى بعد الانتخابات اذا ما تفوز بالانتخابات انت تطلع، المهم انا يعني حصلت 94 صوت ما ثقفت ولا كذا وراها بدات الحرب يعني علي اجيب صفقات محترمه مثلا جبت احمد فرحان جبت عبد المجيد عرفته كذا قام الشارع يعني حاربوني اخر ما راتبي اللي هو راتب مع الاسف يعني عذرا من هاي الكلمه بخس يعني قللوا راتبي خلوا نفس الراتب مع اعتزازي باللي يجيب لهم شاي نفس الراتب 500,000 دينار وما القى للراتب فانا بكل كرامه انسحبت واستقاليت من النادي وقلت لهم جمله يعني يمكن يحافظيهم وقلت لهم بعد الان بعد ما تشوفون توفيق لان انا اشتغلت بكل اخلاق وبكل نزاهه وكل ويشهد القاصي والداني فشعرت بظلم يعني وجرح ما اتصور بعد يطيب وابقى انا محب لنادي الجويه وانا اساسا ابن الجويه واحب هذا الكيان بس قلت لك هذا اللي حدث لي مع الكابتن علي صغير انا اشكرك يعني. جزيل الشكر للسيد تحسين على كل حرف انا يعني صادق وموجودين يعني الاخوه ولحد الان شكرا جزيلا وانا اشكرك كابتن علي يا محترم كابتن هيثم يعني من